الاصوليه. خلي هنا ايضا اتكلم في جمله واحده للفرق بين الفقه والاصول، يعني المساله الفقهيه او البحث الفقهي والبحث ماذا؟ الاصولي بحسب الاصطلاح، بحسب الاصطلاح. الجواب نحن نميز بين البحث الفقهي والبحث الاصولي من خلال هذه الضابطه اخواني الاعزاء، التفتوا جيدا. اذا كان البحث في مادة من المواد فالبحث ما هو؟ فقهي. يعني إذا كان البحث في مادة ضمنة، إذا كان البحث في مادة باعة، إذا كان البحث في مادة طهرة، إذا كان البحث في مادة حجة صامة، هذه كلها ما هي؟ هذه مواد، هذا بحسب الاصطلاح هذه مواد وهيئات، هذه كلها مواد. إذا كان البحث بحثا عن المادة فهو البحث بحث يكون ماذا؟ يكون فقهيا. نعم، هذا البحث الفقهي بعض الأحيان يكون قاعدة فقهية وأخرى يكون ماذا؟ مسألة فقهية. وبهذا يميز بين القواعد الفقهية وبين المسائل ماذا؟ وبين المسائل الفقهية اللي الآن هو بحث آخر. المهم سواء كان قاعدة أو كان مسألة، إذا كان البحث في مادة فهو بحث ماذا؟ فهو بحث فقهي. ما واضح هذا المعنى؟ وإذا بعد البحث عن قاعدة الطهارة وغيرها في كتب الأصول بعد بحث في محله أو في غير محله؟ في غير محله. أما البحث في الأصول ما هو؟ التفتوا لي جيدا، البحث في الأصول ما هو؟ البحث في الأصول هو أن يكون هو مادة أيضا، ولكن بشرط أن يكون بشرط من حيث المادة الفقهية. هو أيضا بحث ماذا؟ في المادة، مو بحث في الهيئة. البحث في الهيئات فقط في المنطق العام أنت تجده، يعني تقول الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث. هذا الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، بحث في الهيئة أو في المادة، بحث في الهيئة. أما في الأصول هو بحث أيضا ماذا؟ في مادة، ولكن مادة إذا قيست إلى المادة الفقهية هي بشرط شيء أو لا بشرط؟ لا بشرط، يعني تصلح لهذه المادة الفقهية ولهذه المادة الفقهية ولهذه المادة الفقهية. من قبيل ماذا؟ من قبيل حجية الظهور. فإن البحث عن حجية الظهور ليس بحث عن الهيئة، وإنما بحث عن المادة، وهي أن الظهور حجة أو ليس بحجة. ولكن حجية الظهور فقط تستفيد منها في باب الطهارة أنت؟ لا، في باب الطهارة، في باب الصوم، في باب الحاج، في باب الضمان، في باب العبادات، في باب المعاملة، كلها تستعمل ماذا؟ حجية خبر الثقة. خبر الثقة مادة أو هيئة؟ ومن الطبيعي أنه مادة من المواد، ولكنها مادة إذا قيست إلى المواد الفقهية الأخرى تكون ماذا؟ ها؟ تكون لا بشرط من حيث المادة الفقهية. وهنا أصير عندنا شنو؟ مسألة أصولية. هسه أيضا بحث، وهذا لم يعرضه الأصحاب والأعلام قدس الله أسرارهم، وهو أنه في الأصول عندنا فقط مسائل أصولية، لو عندنا قواعد أصولية ومسائل أصولية، هذا لم يعرضوا له أبدا، مع أنه يمكن تقسيم المباحث الأصولية أيضا إلى ماذا؟ كيف قسمنا الفقه إلى مسائل فقهية وقواعد فقهية؟ كذلك في الأصول يمكن تقسيمها إلى قواعد أصولية وقواعد ماذا؟ طبعا يكون في علمكم هذا في التفسير. نحن عندنا هم عندنا مسألة تفسيرية، هم عندنا قاعدة ماذا؟ هم عندنا قاعدة تفسيرية، هم عندنا مسألة كلامية، هم عندنا قاعدة ماذا؟ كلامية، وهكذا. هذه من أهم أبحاث المنهج، عندما الإنسان يريد أن يدخل في مسألة لابد أن يعرف أنه وين ده يبحث إخواني. ولماذا ضرورة هذا؟ ضرورته أنه كل علم، كل باب من أبواب المعرفة له منهجه الخاص. أنت جنابك إذا تريد تدخل في الأبحاث الطبيعية، يعني الأبحاث المرتبطة بتشريح بدن الإنسان، بالأفلاك، بالنجوم، بالمعادن، بغيرها، وقع عندك في الحوزة وتأسس قواعد نظرية، لو تذهب إلى التجربة، إلى المختبر، أي منهما؟
طبعا فيما سبق كان هذا الخلط موجود، ان الفلاسفه يقعدون يبحثون عن ماذا؟ ان النجوم تقبل الخرق والالتهاب لو ما تقبل الخرق، ولهذا بطلت تلك العلوم. اما الان العلوم التجريبيه لابد في المختبر تتضح لك، لان لكل باب علمي ما هو منهجه الخاص به. اذا انتم عندما تجدون احنا هي نركز على المنهج، على المنهج، لان لكل باب طريقه الخاص. انت اذا تريد تدخل الابحاث الفلسفيه لابد تروح القواعد الفلسفيه، اما عندما تريد تدخل الابحاث الشرعيه وين تروح؟ ها؟ عم تروح القواعد الفلسفيه؟ لابد وين تذهب؟ تذهب الى الكتاب والسنه، واذا ذهبت الى القواعد الفلسفيه تذهب اليه باعتبار انها مقدمات مبادئ، والا الاصل وين؟ الكتاب والسنه عليها.